انا فعلا بحب الكرة جدا واهلاوي، بس اي لعبة حلوة جاية من اي فريق تاني بشجعها. وبحب محمد صلاح جدا، وبشوفه موهبة عظيمة جدا. وبعدين لما كنت في انجلترا لقيتها فرصة، خدت ابني ورحنا، لانه بيحبه جدا وبحب الكرة، ورحنا اتفرجنا عليه في ليفربول. وكل ما يكون عندي وقت مش ممكن افوت ماتش ليفربول، وبنزعج جدا لو لقيت محمد صلاح ما بيلعبش. ومحمد صلاح زي ما انا قلت قبل كده هو امل مصر في الكوره، ويا رب يكون عندنا يعني 11 محمد صلاح في الملعب.